حاجه يعني، اللي عنده فلوس يوبني ما فيهوش سايكليتي اصلا، صح كده؟ انا بيبقى ناس خالص انا فاتح بيبر اه ونعرف ايه بس بعد المكان التاني وانا بين ذا ايس اند لانس، لو حصل مشكله هنا لو حصل هنا بروسس هي ذا ايس لانس، دي اسمها بوستيريور ساينيكيا. ثلاث انواع اصل هي ثلاث مراحل يعني، فمرحله لا اضرب في حته وحته لا، يعني اخد في حته وحته وحته مثلا، بس مش كل البيبل لازم جزء وجزء، صح كده؟ اللي عندها هياخد في علاجه اتروبين كويس؟ خد اتروبين هيوصل ايوس، يجي يوصل في حته الحته المسكن دي ايه؟ مش توصل في حته فاضيه هتوسع. تفهم من كده ان المفروض تبتدي علاج امتى؟ على طول. ان وانس اتاخرت بيحصل مور ايه؟ سانيكي. صح كده؟ يعني علاج الناس بتبتدي على طول مباشره يعني. كويس قوي. حصل سبيكر في حتت وحتت لا. هادي اتروبين وسع في حتت وحتت لا. صح؟ ايه المشكله؟ مفيش مشكله. هي يعني بتشخص الحاله بس. المنظر ده بيديني احساس خلاص اكيد يقيني ان انا عندي اجرب بكده ايه؟ يوفيايتس. مفيش حاجه في الدنيا تعمل مصيبه سانيكيا غير ايه؟ يوفيايتس. خلاص كده؟ The most important sign of active or acute or recurrent or activity is what? Flare and cells. I'm not so related. Like the most important sign. Can you tell me about the sign of vibration? Put it in this way. I'm not going to show you how to do that. Okay. 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 صح؟ الايكوس يطلع مش عارف يعدي الهادي دي فاضيه. ليش تتجمع هنا؟ تتجمع هنا يزوق مين؟
ايرلس بيعمل ايه؟ انجل برضه بيعمل ايه؟ كلوز انجل بكون. بس الفرق الاكسكلوسيو والتوتال ايه؟ الاكسكلوسيو معاها بومبي صح كده؟ يبقى واقف قدامك الايرلس كله طالع شايفه قدامك كده، لكن التوتال لا الاخر هي بس هي طالعه مفيش بومبي كامل يعني، ده فرق الاثنين بس. بس الاثنين الداخل عندهم ايه؟ secondary closed angle loophole خلاص كده؟ يبقى هنا بعض يبقى اول مكان هنا اسمه ايه؟ ادى كيوب اللي يحصل pupillary membrane سميناه occlusive opinion مشكلته secondary closed angle loophole خلاص كده؟ رقم اثنين بين الايس والهنس حاجه اسمها posterior synechia اهميتها دي اهم sign of uveitis قديم صح كده؟ الكلام ده دي ثلاث انواع واحد partial اثنين ring او annular ثلاثه total صح كده؟ البارشل مش مشكلة منها بس مشخص بيها ليه يعني؟ في ستون بيوبل بس رقم اثنين سوكيوسيو سكند كلوز انجل توتال سكند كلوز انجل الفرق بين دي وبين دي ان الايرس كله بيطلع بومبي هنا مش عايز بيطلع بومبي زي نفس اللي بنعمله في الدكتور كمان سهل معاك كده؟ طيب رقم ثلاثة ثالث مكان يحصل الايرس اهو الايرس اهو ده قفلت كده وقفلت كده كلها زي صح؟ الديكوس هنا هيزوق الايرس ده لو انا عندي رينج بس هيعمل كده الايرس صح؟ لو انا عندي توتال المنظر ده كده اهو خلاص اه انا هزور الحته دي هقفلها يعني هقفل الانجل بيها بس مش طالع كله مفيش مونبيزي ده كام سنه كده؟ ده كام سنه كده؟ رقم ثلاثه بس رقم ثلاثه بقى ثلاث واحده دي مين ده؟ ده انجل بلانتيشن ده مباشر جدا يعني لو ده بقى فايبروزس ده شخصيا هيعمل ايه؟ عندي حاجه اسمها ايه بقى؟ بريفرال انتيرير سانيكيا فانا ده بيكون صح اللي هي انتيريور سانيكيا الاير ذات الكونيا قدام انتيريور سانيكيا دي سميها بريفرال ده اخر حته من الايرس ذات مش كل الايرس كله يعني اخر حته بس عندنا بريفرال انتيريور سانيكيا يبقى عندي بوستيريور سانيكيا وانتيريور سانيكيا دي برضه تعمل ايه؟ سكندري كلوز اند جلوكوم اخر واحده خالص بقى واخطر احنا فيه دي لو ده تبقى فبروست هو ده فين اصلا؟ هو ده الاكسيد اللي طلع في الدين وانا طلع في بيتريس الكابيتريس تو سات زمان اه يبقى ده فايبروز يعني ماسك اهو ماسك كده ماسك كده بيعمل لي كذا مشكله بقى فبعدين اجي افحص العيان ده هلاقي حاجه ورا اللينس صفراء او بيضاء صح كده؟ يعني مش يعني برين ورا فايبروتيك برين فايبروزز كده بعدين حاجه صفراء او بيضاء لو ده طفل صغير وشفت بيبقى كده انه اثر ابيض دي ساين مهمه جدا لو طفل صغير حاجه اسمها لوكو يعني لوكوسايت لوكو كان ابيض صح؟ اسمها لوكو كوريا كلمة كورس بالجريكي يعني بيوبل. بقول لك لوكو كوريا يعني ايه؟ وايت ايه المشكلة؟ يعني ايه الخطورة كده يعني؟ لا ما هو أهم مرض هياخد شاف المنهج يعني المنظر ده ريكتال بلاستوما. فاكرين بلاستوما؟ ورم. فالطفل الصغير اللي عنده وايت بيوبل ده خطر جدا بالنسبة لنا. بس يعني عايز اقول لك في الآخر المنظر ده ديفرنشال لمين؟ لوكو كوريا. سي ليتر بقى. ممكن طبعا كاتب طبعا بس قصدي اخطر حاجه ايه؟ ورم هناخد وقت ان شاء الله يعني اول حاجه الممبرين ده اللي هو بين ايه وايه؟ بين ايه وايه الممبرين ده؟ بين السيلري بادي والسيلري بادي هو على مستوى السيلري بادي فسميناه كده سميناها سايكليتيك ممبرين يعني ايه سايكليتيك؟ على مستوى مين يعني؟ سيلري بادي اول حاجه انه شبه مين؟ مش كده شبه ورم شبه بس بتفهم هو خطورته ايه بقى؟ هو ده عباره عن ايه؟ لايوزس فايبروزس صح كده؟ في مين؟ في فيتريس شكرا هيعمل ايه بقى يلا؟ هشد صح؟ هيعمل ايه يشد يشد ازاي؟ والله هيشد طريقتين هو هيكش دلوقتي اما يكش هيشد كده فهيشد كده مش هيكش كده واما يكش هيشد كده هو مطر ما بين اهو هشد من الناحيه دي شد من الناحيه دي شد من الناحيه دي شو بيكش كويس شد من الناحيه دي على الناحيتين كده هو بيشد مين؟ سيلري بادي هيفصله ودي اول مرحله يخش علينا في اتروفيا انت لما تشد سيلري بادي وتفصله من سبيره هيطلع ايه بس بعد كده؟ سيلري بادي مات اكيد يموت دلوقتي وحصل سيلري بادي تراكشن هيفصله بيعمل حاجه اسمها ايه في الاخر؟ اتروفيا الايكوس هينتفر واضح؟ غير كده بقى هو هيشد على مين؟ هو اصلا بيتروس هيشد على مين؟ هو البيتروس بس اللي هي ورا بريتنت يشد هيحصل ايه عندنا؟ ونمسك البيتروس بتاع السكند تايب قلنا الاسباب تراكشن كان منهم كده كده سايكليك جرين سيوريا هناخد البيع تراك هو ده بس كده؟ ولا مش واضح؟ وعلى بعض بص الرسمه بتاعتك بقى شوف الرسمه بتاعتك بلاغه بص الرسمه بتاعتك بص كده الرسمه اللي تحت شايفينها هتلاقي سيلري بادي الاخضر فاصل من سكريره قرب الرسمه اللي فوق هتبقى يعني في سهم كده سيلري بادي هتلاقي في مسافه فاضيه كده عايز اقول لك فصلت سيلري بادي تراكشن فصل سيلري بادي من فوق بقارن الرسمه دي مثلا فوق صح كده؟ تاني حاجه اظن واضح الرد ان انا اخضر دي شدتها معايا ليه ايه يعني؟ اشد كده واشد كده فخطوره الممبرين ده خطر جدا ده اسوء كومبليكيشن
ده داخل في ايه؟ عين خلاص داخل في الانفصال الشبكي واتشور فيها هي بقى هتموت خلاص. يبقى كده بركه مع بعض جرى مع الدي ان اي. يبقى اول كونتريبيوشن ايه؟ ايه جت اورجانيزيشن اوف ذا اكسوديت فايبروز اوف ذا اكسوديت. عندي كام مكان؟ اربع اماكن. رسمه سهله جدا. واحد ها اند ذا بيوبل مش كده؟ يحصل حاجه سبيلري ميمبرين هيسد مجرى الايكوس يعمل سكندري بلوكول. واحد اثنين between the iris and the lens اسمها ايه دي؟ posterior cynica. عشان بقى من كلمه ايه؟ anterior posterior cynica. دي اهم sign of previous او chronicity زي ما اتفقنا. ثلاث انواع. واحد partial يعمل حاجه اسمها fistoned اما ياخد dilatation صح كده؟ رقم اثنين ring او annular دائما ما يدور تعمل حاجه اسمها seclusio pupillae برضه بلوكول. رقم ثلاثه total هي مشتقه من seclusio بس كبيره شويه تعمل برضه حاجه اسمها ايه؟ closed angle glaucoma. كام سنه كده؟ رقم ثلاثه قد انجل صراحه مباشره شد الايرس للانجل على طول يعمل ايه؟ تريفلانتير سانيجا برضه جلوكوما. خلاص اخر واحده باخر واحده سايكليشن برين على مستوى سيلري بادي ورا اللانس. يعني البرين ابيض زي ما اتفقنا تاني حاجه يشد على سيلري بادي يعمل بين في الاول بعد كده يفصل خالص سيلري بادي يعمل ايه يعني؟ اتروفيا. اخر حاجه يشد على الرتنا يعمل حاجه اسمها تراكشنال ريتنال ديتاتشمنت صح؟ اتمنى يكون واضح ان دي خدنا حاجه الصوره اللي بدانا بقى بتصير ايه؟ الشرح على فكره الشرح ده لازم ما كانش يدود بيها يعني زي ما بنشرح الترتيب ده، الترتيب ده كان بعد 10 سنين مثلا في فهم الطلبه. فاهم حاجه؟ يعني بقت الاسئله بتاع الطلبه دي هجمعها مع كل ناس واحس الاسئله ماشيه ازاي؟ فاهم حاجه؟ بقى الترتيب ماشي كده، الكوبا بيطلع او بيبنيو بيوميا كل عشان كده ده اللي جمع ده اللي جمع ده اللي جمع ده اللي جمع ده. واضح كده؟ واضح كده؟ كويس قوي. يبقى خلاص عملت حاجه ايه؟ organization of the exudate. شد على السيلري بوند مش طالع ليه؟ ايه؟ بس يبقى امتى بيحصل هايبوتوني ليوبيانس؟ في الاول خالص وفي الاخر خالص بالظبط كده. في الاول خالص وفي الاخر خالص. صح كده؟ في النص ده بتاكيد ايه؟ عادي. صح كده؟ جرب دي اول واحد اسمها جروسس. ثاني كونتيكيشن بقى بص اقول لكم حاجه قاعده كده قاعده كده. اي مشكله في العين هتطول انت شايف ان تطويرها الموضوع هيطول جوه العين امال الكونتكشن ايه قول لي اعملها بالظبط بصوا دي هدي هدي سي بعد عندنا سي بي ايوه احنا كده هنعمل كده فايروس يعني ما خدناش من كده فايروس بس تعمل كده وتعمل كده بس اه في الميتوزا خلاها في الميتوزا افتكرت صح كده اي حاجه اللي تطول شويه هنعمل حاجه صح كده ايه هي؟ مايزيلو مايزيلا ان هي اشهر حاجه عندنا بكل بساطه يوفيايتي بتخش الكونيسيتي مايريدوم مايزر بس كده يبقى عندي تو كونتريشن بعد كده ايه؟ سكند كاتريكس وحاجه اسمها كومبليكيتد كاتريكس اسمها كده سكند كاتريكس او كومبليكيتد كاتريكس هناخدها في الكاتريكس ان شاء الله. هنا حاجه تقول ايه بقى؟ ها سكندري جلوكوما. انا اسالك سؤال بقى ليه بقى جلوكوما؟ يلا بقى حاجة. والله بص حضرتك راح كده عليا during the acute phase of the attack الحصه اللي فاتت قبل ما يحصل بقى فيبروز اوف كونستي في الاكيوت فيز حصل ليه؟ وباء واحد بلازمويد ايكوس سد الانجل مش كده؟ الحصه فاتت اثنين ترابيكولايتس بالذات مع مين؟ فايرال. رقم ثلاثه ستيرويدز. هم دول ايرس قفل؟ لا فدول سكندري اوبن انجل جلوكوما صح كده؟ مع الكونستي ما بتدي يحصل فيبروز خلينا النهارده بقى بتدي يحصل كونستيشنز فيبروز مع بعض يلا واحد اوكلوسيو اثنين سوكلوسيو ثلاثة بريفرال انتيريور سانيجا كلهم مين قفل انجل؟ ايرس بس اسمهم ايه دول؟ سكندري كلوزد انجل جلوكوما. اظن مش محتاج اشرح ليه خدنا اول شابتر جلوكوما هي دي خلاص كده؟ كان ده زي الشرح صعب جدا يعني فعندنا اوبن انجل جلوكوما بتحصل نتيجه ايه؟ بلازمويد ايكوس ترافيكولايتس اخر حاجه قلنا ايه؟ هين ستيرويدز مع كرونيك فيز عندنا اوكلوسيو سوكلوسيو اند بريفرال انتيريور سانيجا دول كلوزد انجل. يبقى افهم كده ده علاجه ميديكال ده علاجه ايه؟ سيرجيكال. مش احنا قاعدين قبل كده؟ اوبن انجل ميديكال كلوز انجل سيرجيكال. سهل معاك كده؟ يبقى ميه بيضاء ميه زرقاء صح؟ ثالث كونتكشن ده صعب جدا سهل كل شابتر ممكن ان شاء الله احنا يعني. رابع كومبليكيشن بقى مع بعض يا جماعه. الكتاب اسمه ايه؟ اريدو ان سايكلايز. لما كمل بنيلك يعني جت عليك يعني ساعات يحصل نادرا يعني سبريد لورا. اصل كده مش هحسب بس في الاخر هيعمل حاجه اسمها ايه يعني كورلايز. انا عندي اول حاجه كالاتي بقى اللي هي حاجه اسمها posterior segment complications. الالتهاب في الانتيريور سيجمنت اه الالتهاب قدام بس ممكن يمتد لورا. ايه مشاكله؟ واحد spread up toxins خلينا نحصل فيتنس. لو قلنا التهاب قدام ساعات يبقى على البروستاجلاندين برادي كاينين ليكوتراين تضرب مين؟ ماكولا وابتر نيرف صح؟
يوم حاجة اسمها توكسيك ماكيلوباثي توكسيك اوبتيك نيوروباثي. ماكيلوباثي ده اسم اسمك دي اهم يعني مش اهم دي موست كومن كومبليكيشن. حاجه اسمها سيستويك ماكيلوباثي دي خليها بكده عشان انا كده ماكيلوباثي ماكيلوباثي دي يعني اسمها سيستويك ماكيلوباثي. حاجه رقم 1 سبريد اوف توكسينز تعمل ايه سيستويك ماكيلوباثي خلاص كده دي رقم 1. تاني حاجه قلنا ايه اوبتيك نيوروباثي بس المهم لو حاجه اسمها كويس قوي سيستويك ماكيلوباثي مهم لو كده تسالني اسمع يعني ما تنسيش الكومبليكيشنز يبقى one of the most common causes يعني. ده كلام سهل كده؟ طيب رقم اثنين بقى. لا spread of inflammation نفسه، الايتس نفسها. انت اريد وسايكايتس بتعمل كورودايتس، يعني كورودايتس؟ يعني تنام هنا اهو. الكرويد اهو، ومين ده الكرويد؟ ريتنا يلا، هاف كرويد يعمل اكسوديت، 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 يزق مين؟ ريتنا، بيعمل اتاشمنت صح؟ اسمه كده؟ اكسوديتس، يبقى انواع الاتاشمنت اللي ممكن تحصل في ريتنا، ايه بقى؟ نوعين ايذر ده يشد يعمل تراكشمنت او ابعد التهاب ورا يزق يعمل اكسيرتيف ودي ثالث كومبليكيشن ريتنال اتاشمنت بالنوعين بتوعنا بس كده ليه اكسيرتيف او تراكشمنت. يبقى هسألك سؤال بقى من ناحيه الفيتد لازم تفحص فندس ولا لا؟ لازم لسببين واحد اتيولوجي ده الاهم اللي هي ماسكريت سندروم اثنين كومبليكيشن سايد سواء بقى سيرتوماك القديمه او ماكيلوباثي او انفصام او ايه الحاله الثانيه. فاهم معايا صعب عليك؟ فاهم صعب بس كده اخر حاجه خالص بقى ده الكرونيسيتي اند اتروفيا ده بقى الكرونيك فيز قوي ومشاكل اتروفيا خلاص بتقل خالص الضغط يقل خالص ساعتها بقى دي هناخدها حالا مش هتصوري كده انا هشرحها في الدرس. الفلوس اللي بتيجي دي هنا تدين ابدا ده عايز اهو ده عايز اهو هنا شويه اكسوديت بس كده هيقفل يعمل فايبروزس عارف الجرين ابل كيوبين ملوش دعوه بالبلانس هو نفس النتيجه بس ملوش دعوه بالاسم بقى ده اساسا صعب عليك صار بلوس يوز بلوس يوز سايكليتر انا عندي بلازمويد ترابيترايتس اند ستيرويدز صحيح ده؟ يلا كده خدنا كومبليكيشنز اوف الجاكس بعدين يلا بقى تريتمنت اوف الجاكس يلا يلا يا جايز لازم نطلع ايه؟ حاجه يلا يا جماعه امسح يا جماعه امسح بعد كده امسح طب وليه امسح؟ يلا يا جماعه يلا treatment of your guys يلا يا جماعه treatment of your guys خلاص الرقم بتاعنا خمسه خمسه واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه خلاص كده بصوا بقى اوكي اول حاجه خلاص مش هقول لك ايه ممكن لا تقول مصطفى طبعا ماشي انت شايفين انا ده ورا مش عارف ورا خالص طب اكيد شايفين انا ده شايفين بص يا جماعه تريتمنت شايفين اجل اسرع بص يا تريتمنت اوف يور جايز ركز معايا بقى ركز معايا بص كده حد فاكر الكلوز اند بالكوما طيب قلت لك علاج الاكيوت ستيج بالكوما كان ايه حد فاكر الكوما اكيوت ستيج رمضان يعني حد فاكر كان في قاعدة الأول كده. إيه القاعدة؟ surgical treatment after medical preparation. بعدين شرحنا بعد كده نفس الكلام. أنا عندي قاعدة في الأول. أنا هسألك سؤال هديك سؤال كده هديك سؤال. ولو أنت عايزين نكون قد إيه؟ بس كده أنت عندك يوفيتس عرفت إزاي؟ غير سالس صح؟ طب بص أنا شاك على فكرة في مرض كذا. تعملين تحليل ده والتحليل ده والأشعة دي والتحليل ده صح؟ أنت شاطر أهو راح العيان عمل 2000 جنيه 3000 جنيه رجع لك على فكرة الحمد لله الحمد لله الحمد لله كلهم نور اذا بجد طب بص بقى مش هينفع حاجه ثانيه تحليل ده والتحليل ده والتحليل ده ان شاء الله في بينيز الكوزس صح ان شاء الله نعمل راجعه طب اعمل ايه؟ قال لي 2000 جنيه ايه ده؟ ما شاء الله الحمد لله الحمد لله نور طب بص بقى مش فارقه خالص بس ان شاء الله انت هتوصل انت بعد ايه؟ شهرين ثلاثه برافو عليك ان شاء الله هيجي لك بايه؟ اكيد اوبلوسيو سوبلوسيو ما خلاص بقى ما هو مكتوب هو ثلاثه يا ولاد توصل قول لي بس عشان اكمل ما خلاص شغال كومبليكيشنز صح كده؟ انا غصب عني غصب عني
هعجز اي بالطب. دايما ناخد علاج اي حاجه ايه؟ اوكي لو حد عليه سكر مثلا اوف ذا كورس اوف كومبليكيشنز او اي اوف ذا ديزيز. دايما اول حاجه تبقى ايه؟ دايما اوف ذا كورس لاول مره واخر مره. ولا انا اسف هبتدي اول حاجه علاج على طول دلوقتي. واوف ذا كورس دي في السكه ان شاء الله. هقول لك رقم خمسه، رقم خمسه هنا اربعه اوف ذا كورس فعلا في الاخر خالص واوف كومبليكيشنز في الاخر. صح؟ يعني هبتدي علاج انا اتعاملت ولا كده يعني اوف ذا كورس دي في وسط ايه؟ علاجك. انت عندك يوفيتس او فليرو سيلز، طب بص هناخد علاج كذا وعلاج كذا وعلاج كذا، ولو سمحت اعمل لي ايه؟ كذا وكذا وكذا. وصلت شغل؟ يبقى العلاج بتاعي از بيزد اون ان ايتيولوجيكال دايجنوزز ولا كلينيكال دايجنوزز؟ كلينيكال بيزد اون وات تشوف ايه في عيني؟ سيلز اند فلير. الخمسه علاج بتوعنا الخمسه بتوعنا خمسه سي. اصل لهم سي. اول سي بيزد اون ان clinical diagnosis once I see cells and flare. شفت الكلام ده بتيجي عليك دي فكره بلاقي اسف ما فيش اخر حاجه خالص خايف مستنيك يعني. يبقى اول حاجه تكتب امتحان treatment is based on finding clinically cells and flare in acute chamber مش ايتولوجيكال دايجنوز. فاهم سهل كده؟ طب هدي ايه بقى؟ هو علاج مني كلينيكال هدي ايه؟ هدي حاجتين سي وسي. اظن واضح هنا of the cause of the complication. كم سي كانت؟ خمسه سي. العلاج نفسه هو ده العلاج نفسه، ده المرض نفسه، صح كده؟ المرض نفسه عرفه ده. صح دي فكره علاج وده جوز كومبليشن. لو قال لك من امتحان بقى الشرح في ساعه عليك بيوتس او مثلا في سلايد ولا حاجه بكل بساطه دي ودي. دول العلاج الاساسي بتاعنا. ايه دي ودي بقى؟ بصوا هقولها كده نصا. مش هقول هنا اتروبين. انا اصلا ما ليش اتروبين عندك، بس هقول هنا ايه؟ سايكلوبليجيك ميدرياتيك. ليه سايكلوبليجيك ميدرياتيك؟ ليه كده؟ ليه الوصفين دول؟ يعني عشان عايز دواء في الحاجتين دول. خد فارما؟ ما خدناش فارما، خد فارما؟ خدنا فارما الحمد لله. اصل في حاجه تعمل ريزيست باسيف. صح؟ وحاجه تعمل اكتف. ايه الفرق بين الاثنين؟ الواحد بيعمل ايوه فارس ماتاتيك وعكس ماتاتيك. يعني ممكن اوسع مين؟ دايليتر. صح كده؟ غريب ريزيست. لا انا عايز ايه كمان؟ سايكلوبيجيا. يبقى انا عايز دواء يضرب مين كمان؟ سيلري مصر. يبقى عايز حاجه فارس ماتاتيك كمان. صح كده؟ انا عايز دواء نفسه في سايكلوبيجيك ميدرياتيك. عايز تو اكشنز. سايكلوبليجيا اند ميدريزس. طب ليه سايكلوبليجيا؟ افكرك احنا خدنا الحصه اللي فاتت عنده اصلا ايه؟ مرافق شيف. ليه مرافق شيف؟ اللي بيسمعني فتعمل لي وجع اعمل لي مرافق شيف اعمل كونجستشن عشان هدي اللعبه خالص. انا بدي سايكلوبليجيا عشان الدنيا تهدى، كونجستشن يهدى، الماسل تبقى تفك، كل حاجه تهدى شويه، يعني اعتبر لحد ما سيمتوماتيك. صح كده؟ مش علاج جسدي. لكن ليه بقى بدي ميدريزس ولازم ميدريزس عشان ايه؟ هتقف في الفارما بقى بس كانت خدوها حتى خدوها ساعتها وتالفوا غلط كده. صح كده؟ قال لك ايه؟ انت خدتوها في فارما بدي معاضد مع مدرياتك. وقال لك غلط كده، قال لك غلط كده؟ ده ابسوليوت كونتر انديكيشن ادي معاضدس خدناها في الجروما. نيفر معاضدس اي حاجه ساكن دي. فاكرها فيكوا يعني. هدي مدرياتكس بس شورت اكتنج بحيث الفيبر يبقى عامل ازاي؟ بص الايس اهو ده الايس. بس كده هنا في اكسوديك وهنا في اكسوديك وهنا في اكسوديك مش كده؟ لو سبته كده هيلزق. فانا عايز ايه بقى؟ رايح جاي، رايح جاي، عايز اسمه كده، اسمه كده يعني بلينج ايز. قصدي يوسع يديا عشان امنع تكوين ايه اصلا؟ سايدين كده او حتى لو كانت بدري فيبرنس اكسرها بدري. لو اخرت العلاج ده العلاج هيخش في ايه؟ سايدين كده، لعيبه هنا. فكده طبعا العلاج متاخر خلاص هو اوريكس، انت لو جالك بدري واخرته انت غلطان ساعتها. صح يبقى رقم واحد تاني بقى اول العلاج بتاعنا ها سايكوبليجيك اند ميتريالي. خلاص هتدي اتروبين في الاطفال لازم اوينت ما ينفعش ادروبس. هتدي اتروبين في الاطفال ما ينفعش ادروبس لان الامتصاص بتاعه سريع جدا نزل الجوزه. كان حتى فارما هيعلي يعني. في حاجه اسمها اتروبين توكسيسيتي. ما فيهاش اصلا واحد حاجه لحد بيزنس. لا ماج ازهام راد ازابيت في كده ده. حاجه زي كده امتصاص الاطفال سريع جدا. لو هدي اتروبين في الاطفال هدي على شكل ايه؟ اوينتمنت عشان اقلل الامتصاص شويه. اللي بيحصل في الحقيقه بدي حاجه اسمها تشوكا مايند. يعني بس كده هو ميزه في حاجه شويه يعني شويه او سايكل من كلين سايكل حقيقي يعني. لكن سايكل في الحقيقه فعلا. هتدي الاطفال اتروفين مفيش هنا بس ايه؟ مايند. فانا بدي اتروفين امتى؟ لو سيفير انفلاميشن. بس احنا كده عرفنا كده عشان هو بروتوتايب اوف بيدرياتكس ولا بدي اتروفين. بس هو مش اتروفين بالظبط يعني. بس ده بروتوتايب اسم كبير جينيريك نيرم يعني بيقول كده. كم سنه كده؟ يبقى سايكوبليجيك متريالتي. ليه بقى؟ ليه سايكوبليجيا؟ ها؟ ريليف ذا سبازم، قلل معافك شيفت، قلل الوجع، قلل الكونجستشن. كلام جميل، ليه ميدريزز بقى؟ تو بريفنت ساينيكيا، تو بريك فورم ساينيكيا. فاكر الحركه صح؟ رايح جاي كده، كلام سهل كده؟ واضح علاج ولا مش واضح؟
صحيح ما كده؟ نيجي بعدي بقى والالتهاب هنا mainly infective ولا non infective انطلق ها كورتيكوستيرويدز بس كده الاصل بقى الدور ده بقى كورتيكوستيرويدز ليه يعني ان الكوريز اوف اكشن اوف ستيرويدز على زي كده الريدي بريدنيزون او ديكساميثازون بس كده ما اجيبه الساعه من الاول بعد كده بقى لنا الدور عشان بقى كده السيفيريتي والحاله دي اخر الفريكوينسي يعني عندك التهاب جامد قوي كل 5 دقايق هيبقى حاله شويه كل نص ساعه هيبقى حاله شويه كل ساعه قصدي دي قاعده عامه كده بس frequency according to severity قاعده عامه ففي اول حاجه جامد ببدا بيه بالتدريب صح؟ انا عندي سؤالين بقى واحد بيشتغل السويس ازاي؟ رقم اثنين ايه خطوره الادي السويس في اي مده طويله؟ اللي هي ممكن تكون تحت شهرين ثلاثه عندك بيطول شويه بيشتغل ازاي؟ انا هسالك اسئله وانت عليها اسمعها وقالت the commonest cause is what؟ non infective mainly what؟ يعني اهم سبب ايه فعلا؟ الرجي صح؟ اوتوميون تقول كده؟ فبتبقى سبب كده طب ايه اهم دواء بيعالج الالرجي او اوتوميون ديزيزز؟ سيرويدز اول حاجه بديه اس ان سي الرجي ده بيقلل ايه ده؟ الشالرجي طب اقول لك عنده اصلا عنده حاجه اسمها انفلاميشن صح كده؟ طب مين اكتر حاجه انتي انفلاماتوري سيرويدز يعني بيقلل كده البيكتشر صح كده؟ يعني بيقلل الشالرجي سبب وبيقلل ايه كمان؟ سيمبتوم وساينز تاني حاجه هو ايه الحاجه الخاصه اللي عندك كومبليكيشن؟ ان الانفلاميشن يبقى ايه؟ فايروس يعني فايروزز استرويدز ايه؟ انتي فايروبلاستيك يعني بدي استرويدز ثلاث حاجات از انتي الرجيك يقلل مين؟ السبب از انتي انفلاماتوري يقلل مين؟ سيكند بيكتشر اصل از انتي فايروتيك يقلل مين؟ كومبليكيشنز يبقى دي عشان ثلاث حاجات مع بعض ده البروتوتايب اهم علاج استرويدز في الاجياكس صح كده؟ انتي الرجيك انتي انفلاماتوري انتي فايروتيك يبقى كام سنه كده؟ كام حاجه؟ ثلاثه خطورته ثلاثه اصل لو واحد خد سترويدز وعنده جين معين مش كده حد كده اصل لو واحد عنده جين معين في جسمه وخد سترويدز مده طويله معرض لايه؟ ماي ليزر ماي زر اصل كده بيحصل له سكندري كوما اند سكندري كاتر اللي عايز يكتب ليه بيحصل الكوما هتفرق كل سنه في شكله ولكن ازاي سترويد يعمل كوما ده اللي كده يكتبها يعني اصل هو مش معروف سببها قوي بس الثير بتاعتها ايه؟ لا الثير بتاعتها ايه؟ استرويدز هتطلع ليه تفصيله كده كتير بس هنقول ان هو يعني الحاجه اللي انا شرحتها النهارده يعني بيعمل حاجه اسمها ديبوزيشن اوف نيوكو بوليساكرايد لايك ماتيريال ان ده يعني هو بيكسر مواد معينه مش بسيط يعني بيكسر حاجات في الانجل طلع منها مواد غريبه شويه المواد دي تسد الانجل بس كده ديبوزيشن هذا مقطوع على المنتهي فانت سالت عن حاجه مش عارف ايه يقول لك ازاي استرويد تعمل بالكومه ديبوزيشن اوف نيوكو بوليساكرايد لايك حاجه شبهها يعني نيوكو بوليساكرايد لايك ماتيريال ان ذا انجل اصل ان طبعا جيناتيكلي بريسبوز بيشن اي عين ما ينفع لو انت عندك الجين دي ازاي سلو اكسام الجلوكوما خلاص ديبوزيشن اوف نيوكو بوليساكرايد لايك ماتيريال ان ذا انجل ان جيناتيكلي بريسبوز انديفيدجوالز بس هاي خالص لازم الجين ده ده كان كام سنه كده بس انا ما اعرفش كام سنه بعرف امتى بعد ما ياخد فهمت قصدي؟ انا مش عارف عشان كده اوكي بقى رقم واحد عندنا كام ماشين هي بيشتغل ازاي الميكانيزم اكشن كام حاجه؟ اثنين ثلاثه واحد اثنين ثلاثه خلاص رقم اثنين الخطوره ومده طويله اند لونج كاب سترويدز واحد ماي بيضه اثنين ماي زرقاء ثلاثه بيصحي بيصحي تاني الفيروس والفيروس زاد الفيروس يعمل حاجه اسمها عارفين هيربس؟ عارفين هيربس؟ لو انت خدت سترويدز يكون هيربس يعمل شخص اسمع فده ليه بقى؟ اشمعنى؟ اشمعنى اي صح اشمعنى؟ مش معنى لما تقلل برافو عليك عشان سن ميجيت الميجيت ازاي؟ بس كده انت بتعرف تقلل 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 عندك هيربس يعني شطر تاني بس كده فيصحي فيروس وفنجس تاني ري اكتيفيشن اوف فاير انفكشنز ري اكتيفيشن صح تاني خلاص يعني ميه بيضاء ميه زرقاء عشان كده قلنا من ضمن اسباب الجلوكوما ايه؟ ستيرويدز كده؟ مش قلنا اللي هو بلازمويد ايه كوسترامي كولايتس وستيرويدز لو انت سنسيتيف بس كده تاني حاجه في عندك الكاتريت تعمل كلمه كاتريت ان بي ممكن تبقى استرويد انديوست وتقعد تقول الكاتريت هناك كوميونيكيشن كاتريت هنا بعض الكوميونيكيشنز كود بي استرويد انديوست صح نعم بس الكاتريت حاجه تبقى 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 حاجه سهلة هي كورتيكوستيرويدز اند سايكلوبيجيك اندريكتكس سهلة؟ كويس اوف ذا كورس بقى هنا هقول لك ايه بقى انفستيجيشنز مع ان انا كده عندك انفستيجيشنز قبل التريتمنت صح؟ بس انا شرحتها هنا عشان اقول لك ايه انا بعملها امتى؟ هنا صح كده؟ بعمل انفستيجيشنز هنا بقى
بص اكتب اللي انت عايزه. بعد كده عندك لسه كتير جدا اكتب اللي انت عايزه. واحد اخد منه هيستري. عندك مشاكل في صدرك؟ ده واحد مين ده؟ سارجيدوزس. عندك مشاكل في ظهرك؟ وجع مفاصل ده مين ده؟ انكيلوزي. وبعد كده جالك قرح في جسمك مين ده؟ بيحسس. يبقى اقول لك هيستري. اتكلم عن هيستري اسمها ريجاتس وورد كاب. اتكلم معايا هيستري. تاني حاجه اكزامينشن انفستيجيشن. يبقى سمعته وعامل له ايه ده؟ هتلاقي عندك لسته كبيره اكتب اقل خمسه من دول اللي انت عايزه. مثلا هعمل اكس راي فين؟ سيكرو اريا عشان مين؟ انكلوزيا. تشست اكس راي عشان مين؟ ساركيدوس او تي اي. وانا بدي حاجه تي اي انفكتور. مثلا يعني هعمل حاجه اسمها بي دي ار ال بتاع السيفلس مثلا. قصدي كده هعمل تي بي تيست بتاع التليفون تيست والسكرين تيست بتاع التي بي مثلا. هعمل الايزا بتاع التوكسيكولوجي. هتعمل كام تي اي بعد كده؟ زي ما انت عايز بقى خالص. هتختار خمس سته كلهم صح غالبا. اختار اي حاجه الاسباب. لا طبعا هتدور في الاخر. انا بعمل ايه؟ ما تتكلمش عليهم يعني. اللي بيعرف مش كده. انا بجمع حاجات تلاتين تلاته اللي في حاجه اسمها بجيب ورا كده ما اشتريهاش. بس كده هتدور في الاخر يعني. لو انت بقى بتتكلم في سنتر محترم في مصر مش حاجه اسمها جراس سنتر. مصر هنا مفيش حاجه اسمها يرجعك السنتر مش موجود في مصر. بره في حاجه اسمها يرجعك السنتر. انت عندك الجايدنس وفي السنتر ده هيعمل ايه بقى؟ هديك 20 صفحه كده. شوف هدول عباره عن كويشنير. يعني ايه كويشنير؟ Did you ever eat undercooked meat? Did you ever go مثلا to a jungle مش عارف كذا؟ ان هي اي هياخد كل الامراض يزرع فيها يس اور نو فقط. يقعد يملى يس يس نو خلاص كده انا هجمع الداتا دي. اه انت ماشي على السكه دي اعمل لي كذا وكذا وكذا. تعمل لي كذا وكذا وكذا. القطش قال الكوست يعني. بس طبعا الكلام ده هنا خاص بيحصل عندك؟ طبعا لا خالص. خالص. اكيد عشان يكون فرنش. معلش حاجه اسمها كونسل اصلا. اللي هتحجم معدل جريه ولا حاجه. في تلت درجه حاجه اسمها كونسل. يعني دخلك على عيان ايه؟ دخلك على عيان لا دخلك على عيان 100 درجه. بس كده يعني عيان بروفيشنال بس كده يعني يستفزك مثلا. ليه؟ عشان يتست فيك الكوميونيكيشن يا جماعه في مصر وفي الجيل. يعني بتعمل حاجه اسمها يوسف مليم في مصر سي سي 80 اصلا. طب يعني في كده لجنه كده لجنه زي بورك كده عيان بروفيشنال دوره يمتحنك بالكوميونيكيشن سكيلز. ده مش اكتر من كده. مثلا تقول له كذا كذا يقول لك مش عايز. كده مش هتصرف معاه ازاي؟ بس هي كذا كذا مش هعمل علاج على فكره. هتصرف معاه ازاي؟ انا بتكلم كده انا في مصر اللي بيحصل في مصر. تاني حاجه خلاص ايه اللي حصل بس؟ تاني حاجه في الكاونسلنج ان عيل مثلا مثلا يعني تقول على فكره العلاج بتاعك كذا 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 من حق العيل يفهم الكلام ده ليه؟ يعني ايه؟ يقول لك يعني ايه الكلام ده؟ مش فاهم يعني ايه السوري ده؟ فشوف ازاي تتكلم مع عيل تعمل له كاونسلنج للمرض بتاعه ان هو ايه وعلاجه واهميته ايه؟ ازاي تتكلم مع عيل؟ طبعا الكاونسلنج عندنا ما هتساعد يبقى تلت درجه عليها اصلا يعني هنا اقصى حاجه بتتقال لحد سالك سؤال قلت له جه من الاخر صح كده؟ هي مش شغاله ايه؟ مهندس صح؟ انت مش ماشي والله انا بتكلم دلوقتي بس كده بتتفرج عليه حد هي مش شغاله ايه؟ يعني انا بقى يعني ماشي انت اصل حاجه اخرى بس على طول كده مش جاي يعني جه من الاخر خلاص بس خلاص كده اقول لك حاجه انت تعرف اللائحه بتاعتك كطالب ايه هو قايل عليك؟ لا ده سنه رابعه دلوقتي عارف كده؟ Do you know what are your rights؟ اللي كنت تطلبه فعلا اللي كنت تطلبه ايه اللي مكتوب كله؟ ما عرفتش ايه اللي مكتوب كله ده لو حصل حاجه مش بتعمل ايه الاخبار اقل من اللي حصل يعني كنت بتوزع عليك حاجه تعرف انا جاي زي بالملي برضه حاسس كده student guide اللي جاي ايه اللي ليك ايه اللي عليك كده؟ بس مش فاهم لا افضل بس خلاص خلاص يا جماعه خلاص. اوكي يبقى افضل جزء كان انفستيجيشنز ان طالب بحث. اخر حاجه ايه بقى؟ اخر حاجه ايه؟ اب كومبليكيشنز. يبقى كده بتاع المرض كوز كومبليكيشنز. ولا في الاخر فكر علاج. يعني كده صحيح كده كده؟ اب كومبليكيشنز ده احنا بنعرفها. مين اكتر كومبليكيشن كنت تعرفه كويس قوي؟ ماي زرع. ايه يعني؟ سكند ريكورد. نتيجة امتحان حالة لك واحد عنده بلاتنس سيلري انجكشن وجوينت بين ومناطق كيوتور والضغط عادي. فاكر كان عنده هيستري اوف ريكارنت اورا جنتال انسر. مين ده؟ يوفيايتس. بس الضغط ايه؟ يبقى عنده يوفيايتس مع سكندري لكوما. بتعالج ازاي دلوقتي؟ انا دلوقتي ازاي بقى؟ هناخد قاعدة دلوقتي. القاعدة دي الاقي ساكن الكوما مع اي مرض يعني عندك مرض وعندك كوما معاه ساكن في اوبن هاند. علاجهم ايه يا اسطو؟ دونت ستوب. دي قاعدة هناخدها هناك اسمها في المنهج. دونت ستوب. Don't give but give. اصل كده don't stop ايه؟ دلوقتي انت عندك يوفيايتس مش كده؟
العلاج الاوبيوتس ده، علاج الاوبيوتس ده اتروبين ده ممكن يرفع الضغط صح كده، وسترويدز ممكن يرفع الضغط صح. مش كده كده؟ طب ايه رايك بقى اديله سترويدز ولا سترويدز؟ لو ضغطه عالي بس اديله سترويدز ولا سترويدز؟ ما انا هفهمك حاجه، هو عنده يوبيالجس ده المرض، وعنده عرض اسمه ايه؟ جلوكوما. لو انت وقفت خلاص، وقفت خالص علاج المرض نفسه، طب ده عمره ما هيخف، فده سكند ريليف. يبقى دونت ستوب ايه؟ ده تريتمنت حتى لو بترفع الضغط. دونت ستوب اوكي؟ علاج نفسه اصلا. يبقى دونت ستوب اتروبين اند ستيرويدز، ماليش دعوه هكمل عليه، ده اساسي. دونت جيف الدواء الممنوع منعا باتا في السجن الجلوكوما مايوتكس. هدي في مسكيو بقى مش هزار، انا عندي جدول طالع انا كده هربع مش هزار. دونت ستوب علاج نفسه اتروبين ستيرويدز. دونت جيف نهائي مين؟ بايكاردين. امال دي بقى ازاي؟ هتفرج ازاي دلوقتي؟ اما خدنا الجلوكوما خدنا فيه ادويه بتمنع الحنفيه بس فاكرها؟ اللي هم الايكو سبريسنس. مش دعوه بالانجل خالص. انا عارف الحنفيه بس مين دول؟ كان بيتا بلوكرز ودايموكس. دول كاربونيك وانجليز انهبيتور. شكرا. لا تبص حاجه بقى. انا عارف المرض نفسه، عارف المرض نفسه. ما اديش مين؟ طيب كاربين. انا كل اعمله هساعد العيان ان افتح الحنفيه شويه. لغايه ما ان شاء الله ايه؟ يخف الواحد. فهمت قصدي كده؟ فالقاعده كالاتي: دونت ستوب هان. تريتمنت نفسه. انا مثلا كوني انسر يبقى علاج الانسر. يوبيات علاج اليوبيات. فهمت قصدي؟ يبقى دونت ستوب التريتمنت. ده علاج اساسي. دونت جيف طيب كاربين. بات جيف ايكوير سبريسنس. مين هم علاج السبريسنس دول؟ بيتا بلوكرز اند دايموكس. صح كده؟ انا كده عندك ان بي عشان افكرك. مش بس المواد صناعه في العيان ده. في دواء تاني بيعمل اصلا يوبيايتس. مين هو؟ بروستاجلاند. انا ما ينفعش ادي معايا ايه برضه؟ بروستاجلاند. كده عندك الان بي زراش اكس كيو. ما عنديش برضه دلوقتي ايمن. عندي ممنوع في حاجتين. الاصل عندنا تاركافين. كل يوبيايتس بقى ممنوع كمان ايه؟ بروستاجلاند انلوز. يبقى البعض مثلا اي سالي مره صعب عليكم. دي حاله في الامتحان. حاله في الامتحان. عندك جلوكوما نتيجه يوبيايتس. حالة الامتحان واضح معانا مش واضح؟ كده حالة الامتحان عالية جدا والضغط عالي، اتصرف ازاي؟ دي حالة على بعضها. معايا ومش معايا يا جماعة؟ ساعتها دونت ستوب تريتمنت دونت جيف بات جيف ايكو سبريسنت. كومبليكيشن تاني ماي بيتا. شو كده ماي بيتا. والله عليك ازاي؟ والله عليك بعد ما عيني يخف خالص خالص ويقعد لحد ما كيورد ست شهور. يعني خد عليه خلاص وخف الحمد لله عيان. اقعد اتابعه ويقعد 6 مانث في كيف تتعامل براحة بعديها. ليه؟ فدخلت بيت مكسر فير جامد قوي، يعني الكاب بيحصل ريأكشن جامد جدا ساعتها، فتضطر ان هو يهدي خالص. فعلى اقل مده، اقل مده ثلاث اشهر. بتتكلم في 3 6 مانث فري بيريود، فهمت قصدي؟ خف العيان واستنى عليه. ده اللي هي خلي بالك. طب الجراحه بتعمل ايه تاني؟ صح كده؟ فانا اطمن ان هو خف تماما بس كده، واثناء العمليه وقبل العمليه وبعد العمليه بدي انتنسيف ستيرويد ثيرابي. بعد العمليه نفسها انسايد ايه؟ انفلاميشن. بس ليه كنت بريزرف كنت اتليست استنى ايه؟ 6 مانث بيفور سيرج ده رقم 4. مين اكتر واحد بيتعب في الفايبروزس؟ مين اكتر واحد؟ سايكليتيك ميمبرين. ليه دي خفيف من ايه يعني؟ شد على مين؟ شد على بودي. قال خلاص لو عنده سايكليتيك ميمبرين اهو اهو اتصرف ازاي ساعتها؟ وصل للدرجه دي لو سبته هيحصل ايه؟ اتروفيا. فانا اخش وده فين اصلا؟ فين ده؟ في اي حته ده؟ يعني في اي حته في العين؟ في البيتس. ما تخش تعمل ايه؟ بتراكت على طول تخش تشيل ده تشيله صح كده؟ تشيل الشريط على طول وتخش تعمل بتراكتمي اند ميمبرينكتمي بس اطمن ان الريتنا شغاله كويس كده؟ ازرق؟ ماشي بس دي حاجه بس اقول يعني ازرق بتراكتمي اند ميمبرينكتمي كم سنه كده؟ يبقى كده خدت اكزامبلز اهو في الكومبليكيشنز اهمهم في الامتحان امتحان بس اهمهم في حاجه حاله مين هي؟ لغومه دي حاله في الامتحان حاله في الامتحان لوحدها منفصله الكيس كانت مش حاجه ساكتين ميمبرين كاكزامبلز سلام عليكم يا جماعه كده بقى ايه بقى العلاج اللي بيقعد تاني بس كده انتظار الفلوس وخلاص هو كده انتظار الفلوس وخلاص كده سب سكيرت ريكتومي وهي كرونيك فيس مش بريكتومي ده اللي كده سب سكيرت ريكتومي ده لو كرونيك فيس مش اكيوت فيس طب انا هعمل ايه بعد كده اعطيني معايا تاني بعد تاني العلاج اللي بيقعد تاني يا جماعه العلاج اللي بيقعد كام سي؟ خمسه سي فكر علاج علاج الديزيز علاج الكوز علاج الكونفليكيشنز فكر علاج ايه هو؟ treatment is based on a clinical diagnosis. يعني clinical once I see cells and flare. صح كده؟ مش دعوة بتشوفش بوظ دلوقتي. علاج نفسه حاجتين اتروبين اند ستيرويدز. يعني اتروبين سايكوبليجيك ميد رياكتيف. ليه سايكوبليجيا؟ هل دي جاب سيمبتوماتيك؟ ليه بتريز الاساس؟ ليه بتريز تو بريفنت سايكليك اصلا او تو بريك سايكليك او تو يعني ده علاج الاساس بتاعه. ده كام سنه كده؟ كلام جميل. رقم 2 كورتيكوسترويدز. ليه بدي؟ انتي الرجي انتي
فايبراتي انتي انفلاماتوري. طب خايف من هنا وطول شويه، ميه بيضاء ميه زرقاء يصحي الفيروس تاني، صح كده؟ انا هتكلم عنك بعلاج بقى في الكتاب. الله يفرض واحد عنده بايلاترال سيفير، تعالى من توبيكال الى سيستميك ستيرويدز، ده مش الاصل، الاصل توبيكال. لو انت عندك بايلاترال سيفير هات سيستميك ستيرويدز. السيستميك ستيرويدز في خطوره مشاكل كتير بقى، خطوره كتير قوي فرق. هاي بكلمني بقى اوستيوبروزس بلاتيك انسر قصص كتير جدا. فتاكد عندك ما عندوش حاجات عشان ممكن هيموت. تمام يا عصمه بلاتيك انسر ده هيموت. بس حاجه زي كده لو امتحان زي هنا بطريقه على حاجه يسقطك في الامتحان. لو انت رماد قديم جدا وراجل صايع في الرمض يعني وديت سيرويس ده عيان ماديا يا سيدي وحيدتي صح كده؟ الزياره البريطانيه بيسقطوا في بس يعني حاجه زي بره مش عارف حاجه هنا مصر بره بيسقطوا في حاجه قلنا كده قلت حاجه تموت قلت حاجه تعمل اي غلطه ثانيه مسموحه انت بني ادم لكن غلطه برضه هيتر هتعامل عليك هتسقط عليك هنا طبعا مش كده غلط هنا بنسقط ايه؟ قلت صباح الخير كمان صباح الخير تطلع او ستيل كير يعني يعني كان ساعتها مش فيش مش واضح حاجه واضحه يعني كان ساعتها صعب عليك صحيح كده لما تبعت سيستميك ستيرويدز لو بعدها تروح سيفير بس تفتكر ساعتها في مشاكل سيستميك لازم تكونش سيستميك لو انا عندي مشكله ستيرويدز اصلا عندي مشكله ما اقدرش اخد ستيرويدز عندي مشكله جامده قوي زي دول كده هاجي ساعتها غصب عني نوم ستيرويد صح بس ساعتها هديه وانا عارف الدواء مش قوي قوي انا استحسن اعمل كده لو عندي فعلا ايه؟ مايوفيتس لو عندي مشاكل ستيرويدز ما اقدرش اديها وانت عندك سيفير يوفيتس هتصرف ازاي ساعتها؟ لا شايف انا ستيرويد هادي ميو سبريسز صح يعني هادي جرعه ميو سبريسز بجرعه اقل بحيث تعوض الايه؟ ستيرويدز فالاصل عندنا التوبيكال ستيرويدز امتى السيستميك ستيرويدز لو بايلاترال انتين او سيفير صح كده؟ خطوره السيستميك زي ما اتفقنا امتى الميو سبريسز لو سيفير مش مسيطر على الستيرويد نفسها امتى النون ستيرويد لو مايل وما تقدرش تدي ستيرويدز وصل الفصل ده دي مشتقات الستيرويدز لكن الاصل عندنا سوبر ستيرويدز كاتب عندك بعد كده سيمتوماتيك تريتمنت يعني اوتو مديشن بار جلاسز كلام بسيط كده عشان لو عنده بروتوفوبيا عنده وجع ريح شويه اصل لو هو انفكتيف وده نادر كان عندك بند صغير كده انتي انفكتيف ايجنت اف انفكتيف ده مش عايزين انتوا خالص دلوقتي ثانيه واحده كل ده بتاعت البند ده علاجنا سايكوبليجيك مدرياتيك اند ستيرويدز طلعت من ده ممكن سيستميك ممكن مينو سبريسيف ممكن نون ستيرويد صح كده؟ قلت لك على جنب كده لو كان انفكتيف قد ايه؟ انتي انفكتيف يبقى كده خد انتي فاكس نفسه خلصنا بقى خلاص اوف ذا كوز تفتكر ايه ساعتها؟ انفستيجيشنز اثناء العلاج صح؟ ولسه اللي انت عايزها اخر حاجه الاف كومبليكيشنز اهمهم سكندري جلوكوما دونت ستوب تريتمنت دونت جيف بايكاربين اسمح لك ايه؟ بيتا بلوكرز او كربونيك اناليز انهبيترز حاجه تفهم فيها فقط مش دعوه بالاي بي خالص بعد كده بقول لك بالمره ممنوع تدي كروس دايجنال عشان عارف يجيب الجاكس سهله وصعبه يا جماعه يجيب الجاكس صح كده؟ اي حاجه كانت بتشيلها بعد ست شهور اخر حاجه عندك ميمبرين شيل اول ما يحصل لك ايه اكتر فاهم؟ انا عارف واحده صاحبته جيت بقى محمد هو انا واحده تاني طحنا بس وانا عاوز اوكي عندها تيو دوز الالسر عندها وجع شويه الدكتور استعجل شويه قال لي انا طب ماشي خد فورنا ده هون الله مزر يا جماعه والله والله كان حصل تاني اوكي صعب وما تفهم يعني خايف قرن سبيروي بدين ماتت اوكي قرن سبيروي كان فيها بيما اصفر فرقه بريتنايتس شي دايت مش هزر يعني قال له ما ينفعش معايا ما عندها بدون اصفر بريتي اصفر خايف قرن سبيروي سرعت دخلت في ايه؟ بريتنايتس بقى سيبتك مدت في يوم صح كده؟ فهي دي سبويز بقول على جنب ولا حاجه خد جولك يا بسمع عندك ضغط عندك سكر عندك بيكالسي عندك اوستيوبروزس بره بيعمل حاجه اسمها بون تنسلم يعني لو يعني الراجل عنده سوستين يعملوا له فحص معين من السترويد السترويد عندهم حته كبيره بره يا جماعه عليكم لازم مش بس اعرفكم حاجه كنت يعني الانتي بايوتيك ده كلام قبيح بره عشان دي الانتي بايوتيك دي دي كلمه قبيحه جدا هتاخد انتي بايوتيك دي انتي بايوتيك دي كده يعني احنا عايزين هنا كده خد الانتي بايوتيك 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 لما
الانفستيجيشنز خدها 5 6 من فوق خدها كل دول يعني خدها 5 6 اكتر حاجه براحتك كده يعني عشان نقول انت مسح يا جماعه كواليتي جايز يا باشا سالسه وطلب عليك دول اخر حاجه معلم ايه تعبتوا؟ لا 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 انت غيرت على فكره نفس السيمبتومز نفس الساينز نفس الكومبليكيشنز نفس التريتمنت مره واحده او الفرق ايه الفرق خمس حاجات بس خلاص كده الفرق خمس حاجات اول فرق ايتيولوجي ما تقولش احنا قلنا كله من حاجات اكيوت صح ايه اللي يقلب كرونيك فعلا احنا فعلا حاجات قلناها حاجات كرايلانكس فهمت قصدي زي سارفيدوزس اوكي عايز حاجه كرايلانكس بس ايه بروسيلوزس تي بي ممكن تبقى انفكت انفكت نفس الكلام يعني ممكن انا انفكت ممكن انفكت بس هتخلي حاجات اصلها كرونيك فهمت قصدي زي ايه مثلا جراينامبس انفلاميشن يبقى اول تكه جراينامبس انفلاميشن هتلاقي عندك الخمس فرقات بتحط البونز بتحط بقى البيع بس كده مش صدفه يعني دي غلقه مش صدفه يعني عندنا اول حاجه ايه جراينامبس انفلاميشن واديني اكزامبلز ليها سواء انفكشن او مش انفكشن خلاص كده تيك البيكشر انا هقول لك ايه فرقات بس هو از مين اكيوت يعني برضه بين ديفكتيف فيجن اند ريدنس مش كده طب السايد سيندري نفس كان بالظبط كل حاجه بالظبط الفروقات ايه بقى واحد ايه رايك انت الكرونيك ده عاده بيجي مره واحده ولا بالراحه شويه بالراحه شويه بيخلص بسرعه ولا بيطول شويه بيطول شويه وممكن نسبيا تبقى الالتهاب مش جامد قوي الاول يعني العين هاديه شويه مش حمراء قوي مش واجع قوي في القصد يعني الموضوع نفسه ايه بالراحه انا عندي اول حاجه بالراحه والكورس نفسه بيطول وممكن يبقى ريميتنت نسبيا يعني ده كرونيك ده بص ريميت كرونيك صح كده ادي النقطه رقم اثنين كتب عندك نوع تي بيز صح؟ هنا في احتمال يبقى سمول ميديم سايز لا ده اصلا تطوع ايه؟ جرانيوليتس فانا عندي من الاول خالص ايه؟ ماتون فات تي بيز ماتون فات دي يعني هي الوصف بتاعها حرفيا ما اعرفش اقولها بس انت عايز تعرف يعني ايه ماتون فات؟ يعني ليه تنجح؟ ماتون فات ليه الخروف حلو كده؟ ليه؟ فات يعني بس كده في حد بطش بيضه جامده جدا لمين؟ للكوين كان اسمها ماتون فات تي بيز بس كده؟ لونها واكسي بيج كلر هتشوف صوره دلوقتي بس فالماتون فات تي بيز مش حالة يو جايز بحالة ايه؟ كرونيك جرانيلومس بالظبط كده ده فرق تاني فرق تاني كنت عندك جرانيلوم مش كده؟ مش عندك جرانيلوم فبيظهر لك ساينس في الايس جديده بقى فانت عندك التهاب بيطول 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 تخش اتروفي الايس ايس مش اتروفي لكن حاجه بتشوفها في الكرونيك تايب ده جرانيلومس يعني ده الايس اهو كده الايس عامل كده اهو هتلاقي الايس نفسه نفسه عليه جرانيلومس كراكيا شيء جرانيلومس اكشن فحسب مكانها بقى لو انت عندك الدبليفيلري مارجن تريد بيرمس كانت كراكيا نتيودز يعني ايس نتيودز يعني هنسميها كوبين نتيودز على اسم حاجه بسيطه اسمها كده كوبين نتيودز لو عندك نتيودز ضخمه عند ايس اهو كده على البيز اوف ذا ايريس اسمها ايه؟ اسمها بوساكا نديوز اظن واضح جدا ان عند البيوبل اسمها ايه؟ كوبي واللي عند البيز اوف ذا ايريس بوساكا خلاص كده؟ سواء كوبي او بوساكا طبعا عندك ايريس نديوز او ايريس جرانيلوماز يبقى انت عندك التهاب كرونيك جرانيلوماز تايب ده فرق ايه؟ ما قلناش خالص دي قبل كده صح كده؟ بقول لك الفروقات لو شفتها تقول يعني كرونيك ايه؟ انت ده اللي بعديها يلا مين العين بقى اللي قلنا الكومبليكيشنز بتاعته اصلا خمس حاجات صح؟ وقلنا اخر واحده ايه؟ يخش الكرونيك فريزز وايه؟ اتروفيا طب ما ده اول ده اللي اسمه كرونيك ديفيتس فيظهر لي ساينز اوف ريسكي بوجود ليه بقى ايه الحاجات اللي بتحصل في الكرونيك زي اتاك 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 الموضوع الدوله دي بيحصل فيها ايه بقى؟ سندروم سبع اعضاء بصوا اول حاجه كومن جدا مع كرونيك حاجه اسمها باند كراتاكي هناخدها بالتفصيل جدا في الكورس يعني
ممتاز، بس هو بتاع بوست عندك الكتاب بيقعد سنين، ففي حاجه ماشيه في الدم او في حاجه تموت في العين بتوصل فيها كده، في الحاجه دي كالسيوم بالظبط كده. فالبانك ريبتوبتي عباره عن كالسيوم ديبوزيشن ان ذا كورنيا، هناخدها بالتفصيل في الكورنيا ان شاء الله. اصل بس اول حاجه البان ده ما يحصلش الاكيوت، يحصل مين؟ في الكرونيك اكزامبل يعني. حاجه ثانيه اي اس اتروفي مثلا. حاجه ثالثه لوز اسم كده بس اسم فقط. بصوا عايز اعمل كده، عايز اعمل كده صح؟ عايز اعمل كده اهو، عايز اعمل كده. هنا كان في حاجه اسمها الرئيس تحت سيجمنت ايبيثيليوم، فاكرين؟ شو عندنا تو ريز ايبيثيليوم، هي ساي مش مهمه بس عشان بس كده كده مش عارف ايه اللي بيحصل. ساعات هنا لو عندي هنا فايبروزس جامد، هنا هو الايس قدام اكسبيت فايبروزس 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 بيشد، هيشد ايه؟ تبتدي يقلب الايس. بص يلا الايس جوه ابتدي يقلبه 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 بحيث السيجمنت ايبيثيليوم ده يتشد، فاهم قصدي؟ ويظهر على السطح اكنك قلبت الايس قدام، هو ما قلبتوش ولا حاجه، كل اللي حصل عندك هنا فايبروزس ابتدى ايه؟ يشد، فجاب اللي ورا قدام كده شويه. اسمها اكتروبيان، كلمه اكتروبيان جبت حاجه بره زي الليد كده، فاكتروبيان يو في يعني الاي سيفير تراك بدور قدام. دي ساين اوف ايه؟ ساين في حاجه قدام ايه؟ تشد، فاهم قصدي؟ يعني حاجه تشد عليه، هي خدت فيه من ده يجي قدام، الحاجه تشد قدام، معناها كده بالظبط، بيحصل في الكرونيك يو بيعكس، حاجه اسمها اكتروبيان يو في. اخر حاجه اتاك فاتاك 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 نادرا جدا. هعمل حاجه اسمها نيوفاسكيولار حتى كده. انت عندك اسكيميا اسكيميا اسكيميا، هتطلع رجاج، طلع رجاج يطلع روبيوزس، يعمل لوكوما. ازاي يحصل لوكوما يوبيايس؟ كم بقى سبب؟ سبعه. ثلاثه في مين؟ في الاكيوت فاكرينهم؟ بلازمويد ترابيكولايتس ستيرويدس. ثلاثه في مين؟ في كرونيك اوكلوسيو سوكلوسيو بي اس، ونادرا جدا في الكرونيك لو طول قوي يعمل ايه؟ يبصر كمان. تصير عندنا سبع اسباب لكوما مع اليو بي ايز، ثلاثه في الاكيوت، ثلاثه في الكرونيك، وثلاثه في الفيري ادفانس كيس. واحد بس انت عندك يعني الجايدز اليو بي ايز زي ما وصل وقت مين اليو بي ايز بس مش كوما، حتى الفيري ادفانس كيس بتطلع ايه؟ رجال طلعت رجال بس طلعت بروبيوزس. الحاجات دي تبقى كده مره 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 كده ايه؟ طفل قوي يعني. نصها بس اقل شويه. اطول. لا مش هتحب خالص. انا عارف اوقات كده هاند ديفينيشن. لا بس شيء عادي لايك ديفينيشن. بصوا انت عندك اقل سطح خالص حاجه اسمها يوتيلايز ديفينيشن. انا هسالك سؤال. هسالك سؤال. ايه الفرق بين اكيوت وكرونيك؟ ايه الفرق بين اكيوت ديفينيشن وكرونيك ديفينيشن؟ اوز بوزيشن كيميا ديرو لايك يعني انا حاجه تصير كده سيكلوسيو سيكلوسيو كده كده خدت حاجه اسمها سبع كيوت يعني سبع كيوت سيكلوسيو سيكلوسيو ايوه العرض الجهاز الالتهاب انفصل من اسبوعين كده اي كام عادي لو انت عملتها التهاب الكورس الكامل بتاع المرض الكورس الكامل لو قعد اسبوعين او اقل ده اسمه اكيوت بس كده لو طول اسمه كرونيك الاكسبشن الوحيد يو بي ايز اللي قلت لك حاجه الاكسبشن يو بي ايز ده بنسميه طول كرونيك على مدار 8 اسابيع على الاقل يعني 8 اسابيع لو انت عندك نفس البوست ده كان مطلوب عندك مطلوب عندك مطلوب عند الاشخاص اسمها اهو كل حته في مكانها او كل بس انت عندك اخر صفحه كده حاجه اسمها كلاسيفيكيشن اوف يو بي ايز مش هو دلوقتي احنا هنطبق على الفرصه اصلا لما خلصت البي ايز ولا بقى ايه فرق كذا وكذا مش هو دلوقتي بس كده الكرونيك الجهاز بتاع خبر هقولها مره كان عايز ارتاح كان عايز ارتاح بص في صفحه اثنين هي اللي عايز اقف يعني خلاص بس ايه شوفها وغطيها دلوقتي لو كده ما تروحش حد ثلاثه في الاخير ثلاثه ثلاثه يلا اسمع يلا تاني بقى الكرونيك الجهاز تاني عايز زي مين؟ زي الاكيوش بس مثلا مين؟ خلينا مثلا مع الجارتين قصدي يكون حاجه اقل شويه واطول شويه يعني عندي في دي ار نفس الساين بالظبط الفروقات نور كيبيز اند ماتون فان كيبيز هزود الايس ايس نوديولز معرض الكومبليكيشنز ابر زي بانكر توباكي واخر حاجه طبعا اتروفي بالباي او كيس بالباي تحصل كومن جدا في مين بقى؟ كرونيك ادراكس برينز دي نادر قوي 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 عند انجل بقى عند انجل جوه خالص كده نادر قوي يعني قوي لا 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 مش خلاص بس يعمل بص يا جماعه بص بص انا قلت ان اكيوت سارجوزس صح؟ وقلت تي بي صح كده؟ يبقى قلت كرونيك سارجوزس
وقلت يو سيل اللي معناها ايه؟ معناها ان التي بي بيعمل النوعين بس كده؟ والسركوت دي يعمل النوعين القاضي ممكن يعمل اكيوت يو في ايس ممكن يعمل ايه؟ كرونيك ابسو في ايس القاضي الفرد نفسه يعمل نوعين لو عمل كرونيك ابسو في ايس لو عمل اكيوت يو في ايس هو نفسه يعمل مرضين يعني السركوت نفسه يعمل مرضين نوعين اوكي التي بي يعمل نوعين وانا قد الدرس قلت ايه ان هذا كومبليشنز وتريتمنت والكرام بس ده الجسس بتاعنا ما ادري طبعا الاند اوف فرمايس من الفرمايس لا انت كيف فيك زي ما توقعت ان خلاص كده الثلاثه دي ربنا يخليك بقى طبعا ربنا يبارك يعني ساعتين ايوه يا سلام وبوتر شبيدة او واكس بيش ده بنفعنا مثلا كورو صح كده؟ ايه نوع اللي هيبنا غالبا؟ كرونيك ايه؟ جرانيلوم ديسنفيميشن مش معنى ده بس ايه؟ اللي ماكفيش بيتر ببعضهم يبرر ان فيرويد سيلز لازق الكوريا قلنا كده؟ برر ماكفيش اصلا بعضها على طول الكوريا ايه فيرويد سيلز؟ دي جرانيلوم ديسنفيميشن كام ساعة؟ كومبليكيشنز خلاص كده
يا جماعه عندنا العرف سيد على اي حاجه ثانيه فعلا. يعني لو مثلا لقيت جيم مثلا لا لقيت جيم هي هترجع هي ما يصحش كده. لا هي هي مش عيب هي حرام انت بتحبيه اه بتحبيه بس مش يعني مش يعني مش خالص طبعا بتحبيه خلاص ما تحبوش ان الادب بس لا هو الاثنين حرام. احنا عندنا معاني تانية جدا عشان اعجابك غير كده ايدي طب ايدي ايدي ماتر فاتيبيس كومبليكيشنز تاني كومبليكيشنز ما هي بيه ده تاني حاجة ها سوبلوسيو سوبلوسيو اتروبيا اتوايز ما تعرفين بقى سبايس قبل تريتمنت تاني تريتمنت قبل النهاردة اتروبين استيرويدز نفس العلاج بالظبط يا معلم اليوبيايتس نفس كل حاجة بالظبط بس كده مش انسى كمان دي خالص بس انا كده يوبيايتس بس انا كده ايه العلاج ايه كومبليكيشنز يلا يا جماعه هي ايه دي ماتر ثيرابي بيس نفس كلام واضحه عشان بيعرفها ماتر ثيرابي بيس يلا يا ايه دي بقى استون والله جرب كده ايه يوبيايتس صح كده دي بتصير سليكه ده شو ساين اوف وات previous or chronic uveitis صح كده انا مثلا صار فيستون بيوبل ان كرونيك يوفيتس واضحه فيستون بيوبل برافو عليك بص يا واضحه هنا عنده في الاستون بيوبل عنده حاجه اسمها اوكلوسيو تحس ان البرين في كده حاجه بين بعضيها بيوبل صح حاجه بين نسبيه ده عنده اوكلوسيو مع فيستون بيوبل اوكي هي بتصير سليكه مع اوكلوسيو بيوبل واضحه دول حاجتين مع بعض عنده فيستون بيوبل وعنده كمان كي بيز فعنده كي بيز اند فيستون بيوبل كل ساعه ايه يوفيتس ايه ايسو ان بيبر مش دايما بيبر ما خدت اتربيه ولسه حاجه في حاجه لا يعني كده دي كده انا لو مش لازم لازم يرد بالظبط اه لازم يرد بالظبط مثلا نعم ما عشان في ايه عشان دي ايه في ده دلوقتي اصلا يلا في حاله ايه مثلا اوفلوسيو بينش مين كبر مقفول بابيض اهو ده مش حاجه ده اللي منتس ده مش الحين بس يعني حاجه كده البرين قبل الفيوجن حاجه اسمها اوكيوسيو بيبي. بصوا انا جايب الصوره دي بقى جايب الصوره دي عشان تحس معنى العلاج البدري. بصوا يا جماعه بصوا على صح بصوا ده شايفين دي كانت اصلا ماسكه هنا والحته دي كانت اصلا ماسكه هنا فهمت قصدي؟ والحته دي كانت ماسكه في ايرس هو لما خد مدرياتك بدري نسبيا اه فعلا شد الايرس شد اهو ففصل السانيكه من هنا لهنا بعد عنه اهي صح؟ بعد عنه اهي اتاخرنا شويه هنا دي بقت فايروس خلاص اما خدت الربيه ما فكتش اهي ولا فرق معايا يعني ده هو هو كان هنا وهنا وصل شوف يا جماعه لما كان بدريادي فرق معايا وصل انت مش هتطلع جاي بالصوره دي عشان عجبني تاني بس شايفين دي ايه دي طيب ايه دي دي سايينك اهو كان عشان في برين لازم ايرس صح فرق في هنا برين اهو لازم ايرس اهو كل قدام بس شفافه كنا شايفين ده كان سؤال ايرس دلوقتي شايفين كده واضح المنظر ده اللي هو ده يعني كان ده بكلوسيو فيلي فاكرين بكلوسيو في حاجه قدام كده اهو كويس كان ده لازق هنا وده لازق اهو صح كان نفس المنظر ده والمنظر ده موجود هنا وهنا وهنا يعني كان ده ماسك هنا وكان ده ماسك هنا وكان ده ماسك هنا خلاص خد اتروبين صح كده او خد الدرافيك يعني نسبيا ابتدى يوصل وصل هنا فعلا كان لسه فيبرنس ويس هنا كان لسه فيبرنس هنا كان بقى ايه خلاص فايبرس شوف الحته دي كانت فيبرنس ويس طيب فكده ده يثبت لك اهميه ايه؟ علاج البدري كل ما تتاخر كل ما يبقى كده العيان كل ما يبقى كده العيان بص يا جماعه ده يثبت لك اهميه علاج البدري بص عايز بس اقول لك علاج البدري جدا الصوره اللي قبلها شوف دي شوف انا هقول شايف بص يا شايفين ده؟ بص دي شايفين دي؟ ده علاج بدري جدا شايفين ده؟ ده كان كله اصلا ماسك هنا. فهمت قصدي؟ احنا بدري قوي اتفك بسرعه جدا. واصله مش واصله. يعني ده لو كان اتركن كان كل ده كان هيبقى الكيوبل بتاعي كده بس. صح يا جماعه؟ ما الايس كده ماسك كده؟ صح؟ انا خايف عليك بدري الحمد لله فكينا بدري قوي. بدري ماسك بس فين؟ في حته صغيره كده. انا جايب السلايدين دول ده هيبقى حاجه اسمها سوكلوسيو. صح؟ كان رينجل رينج سانيكيا. صح؟ كان دايما يبقى مسار كده مقفول. صح هي سبلوس او اي لو سايكل فكده ما جاش بدري جدا فهمت ولا يا جماعه انا جايب سؤال بسوري عشان كنت تفهم يعني ايه بدري ان الكاسا تو برينج ساينيكيا تو بريفنت ساينيك هو ده الفكره بتاعتي بص يا جماعه فهمت قصدي بس دي حصه يعني لو كنت مجرد هنا ازاي سافر سافر انت وحاضر يعني سافر